وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بحث مع رئيس الجمهورية العماني ميشيل سليمان في آخر التطورات المحلية والإقليمية، إضافة إلى العلاقات الثنائية. هيج الذي سلم سليمان رسالة من رئيس الوزراء البريطاني تتضمن دعم استقرار لبنان، لفت إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان، ورحب في سياق منفصل بالتزام الحكومة مع السلطات البلغارية في التحقيقات في قضية تفجير حافلة بيرغاس. في هذه الأوقات الدقيقة من المهم أن يتحاور الفرقاء السياسيون في لبنان للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى احترام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. رسالتي إلى الرئيس الأسد هي الرحيل، لأن هذا الكم الهائل من القتل والدمار لا يجب أن يستمر بسبب رغبة شخص بالبقاء في السلطة، والحل هناك يكون عبر انتقال سلمي للسلطة. لا أعتقد أن احتمال وضع حزب الله على لائحة الإرهاب سيؤثر على علاقات لبنان مع الاتحاد الأوروبي أو سيترك انعكاسات سلبية على الاستقرار الداخلي اللبناني.